سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا وقيل مرحبا اخواني اخواتي متابعي مشاهدي قناة مشارع المغرب، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم وحياكم الله. دائما الجديد والجديد، وكل يوم أخبار وتطورات فيما يهم البنيات التحتية. كنتواجدوا على الطريق الوطنية رقم 6، وما أدراك ما الطريق الوطنية 6؟ أطول طرق وأوسع طرق وسط التجسسي، هذا درنا عليهم البارح. سير الله. السلام عليكم. واش كيدير التجسسي؟ هما اللي كيبنوا لنا برج محمد السادس وكيبنوا لنا الملعب ديال الهوكي على الجليد. الطريق الوطني شريان حقيقي اللي كيربط وسط المملكه، مكناس، فاس، سدات، والماس، المعازيز، خميسات، كاموني، العرجات، سيد الشافي، اتجاه تكنوبوليس الجديده الرباط. وهنا الناس اللي جايه من سالا الرباط، عندنا واحد شونجور هنا بدال. ها هو واقيلا راه صافي قربوا يساليوه، قربوا يساليوه. غادي ندخلوا التفاصيل فين وصلوا. هذا هو الموقع اللي حنا فيه حاليا، الطريق الوطنيه الكاموني العرجات بهذاك الاتجاه. مشاهدينا الكرام، الاشغال كيقوم بها فريق موجزين. وما أدراك ما موجزين، فريق من الفروق الوطنية، أصحاب النفس الطويل واللي عندهم النفس البعيد المدى، المشاريع الضخمة والطويلة، واللي قال لا يهبط الطريق تيزنيت الداخلة وشوف المشاريع الطرقية ديال هذا الفريق ما شاء الله. بالإضافة للجديد اللي مهم هنا، وهو تم الهدم، نزع ملكية ديال واحد واش لافيراي هنا أو لا شي فوريال هنا، الله اعلم ما عرفش شنو كاين هنايا. المهم واحد البنايه كانت هنا هي اللي كانت موقفه ليهم الاشغال، حنا غنمشيو ليها. راه تم الهدم ديالها وراه غادي يسرحوا الطريق تكنوبوليس مباشره. اشغال القنطره ها هي امامكم، لي كوفراج كلها تعرات، صافي القنطره تعرات واقفه على البيطون ديالها، لي بيلي ديالها مشاهدينا الكرام، لي كورنيش هما كيتركبوا حاليا. Thank you.
هما هنا مع المنيا كيركبوا لي كورنيس الزواقة اللي كتكون على برا. من خلال واحد الرافعة كبيرة هي هادي، ها كيجيبوها عبار دابا شتو، كيجيبوها ميزان. الدور ديال هاد الشونجور هذا البدال شنو الدور ديالو دابا؟ المشكل دابا الناس اللي كيبغيو يمشيو للتكنوبوليس الجديده سيت الشافي عن طريق عاد سيت الشافي، كان هنا مشكل كيجيو حتى لهنا وكيصطدموا مع هاد السيارات اللي كيكونوا جايين طريق بحال لوطوروس هادي، راه ما كاينين الرالي هنا، وكيوقع واحد الامبوتياج. اذا هاد المشكل تحل، داروا لهم هاد القنطره صافي، كتجيب الدوره ديالك وتخرج بحال هكا تمشي نسلا. الا بغيتي تمشي الرباط الا تمشي للتيفلت مكناس فاس كتمشي الطريق ديال الجديده هي هادي، هاي هي هادي، هي هادي اللي كيصاوبوا دابا هاي سيون. غاتمشي بحال هكا تشد لي من ديك تمشي. الناس اللي جايين من مكناس فاس سيدا سوازن من والماس معزيز من هنا وبغى يدوزو التكنوبوليس غيشدو الطريق مال لي رو يستو ويجيبوا الدوره كبيره، دوره كبيره كبيره، ويطلعوا فوق القنطره. وملي غيطلعوا فوق القنطره صافي هما خرجوا بحالهم. اجي نشوفوا فين وصلوا هنا ونشوفوا داك المكان اللي تم الهدم ديالو اللي دخلوا فيه، نشوفوا الطريق فين غادي توصل مع طريق مجازين. هنا النيفو اللي طالع، طالع النيفو هنا، وداروا واحد الفوسي ديال تصريف المياه ديال الامطار. المجرى هذا كبير شتيه، هذا راه كيلعب دور، هذا شحال ما كانوش كيديروا بحال هادو، كاع الطرقان تيريبوا. دابا مزيان وداروا له الروكار ديالو، راه هو والقوات ديالو ها هما تبارك الله راه كبار. إذن اشغال ديال التسويه هنا ديال الجنبات ديال الطريق اللي كانت هنا. هذا بوست ديال الدونير، عندنا هذا البوست ديال الدونير كيربلو الامور ديالهم. هاي الطرق الجديدة كيصاوبوها شتي، وهاديك اللي بغا يدور هاي فينا الفوقانية شتي، غتخرج بجوج الخطرات. اذا المكان اللي تم الهدم ديالو، السلام عليكم، المكان اللي تم الهدم ديالو هو هذا انتم مشاهدينا الكرام، شتو راه دارو الصور تدفع عليه. اذا انا كحزوهم وهاد البلاصه راه تم الهدم ديالها، هو هذا السير السير بلان. اذا الطريق غادي تخرجهم في ديك الجهه. اذا هاد البلاصه هادي تم الدفع ديال اللور تقريبا واحد 20 متر، هاي الطريق خرجت هنا اللهم بارك. المشاهدين الكرام، الطريق هادي على حسب المعلومات اللي حصلت عليها راه غادي تبقى. هاد البوست صافي غادي يتانولا، غادي يحيدوه، هما دابا خدامين كيديزينستاليو لي زاباراي اللي كاينين لتحت، لي ماتيريال ديالهم كيحيدوه. غنوريكم البوست الجديد اللي دارو هنا، صناعة الطريق ها هما راحوا معايا كيفاش تشوفنا الكياس المسائل ديالهم.
استعدادا لعملية الفتح. إذا البوست الجديد راه هو شتوه. هذا هو البوست الجديد وغتبقى ديك الطريق تكا ثانوية سكوندار وتبقى هادي أساسية. هاي شتوه اللي بغى يدور اتجاه سيدي علال الحراوي تداس والمس مع عزيز تيفلت. إذا الطريق هي أمامكم الاشتغال عليها. هاد النيفلوز هادي اللي صنعها والله إلا عنده واحد الأجر كبير. الله يعاون العز. مرة الله يحفظك اخويا. شكرا الله يعزك اخويا الله يحفظك. ها مسكين الناس طيبة قال لك مابقاش تغبر علينا. مرة قلوب طيبة الرجال ديال بصح مولين سيوف التخيلة مرعاوين واكلينا باردة. اذا المشاهدين الكرام غادي نجيو القنطرة. هيا امامكم شو النيفو دابا شحال طالع. دابا هاد الاشغال كلها هنا غادي يتعمر. هاد النيفو هذا كله غادي يطلع شو باش يجيبوها بحالو بحال هاد الشيء باش يجيبوها ميتة شو. الاشغال ديال الزواقه اولا الكورنيش ان شاء الله ولي كارد كور من بعد غادي تركبوه. من بعد راه غادي يركبوا لي كارد كور الشبيك. اذا اشغال على قدم وساق في خدمه بثبات بتوازي داكشي مضبوط ناضي غادي. لاحظوا معايا كاينه اولا واحد الطريق سكوندير هي غابويه فرعيه شتيها هذيك ما نهضروش عليها اللي جايه من الناس اللي جايين من سله الرباط شتو اولا جايين من الجامعه الملكيه المغربيه اولا سونتر سبورتيف اولا المركز محمد السادس ديال ذوي الاحتياجات او الهمم الاحتياجات الخاصه. هذا الطريق يمشيو للتكنوبوليس ديريكت صافي هادي اون ريغل. واللي جاي شاد الطريق راه يدخل تحت القنطرة مباشرة امور واضحة. هادي فينا هو من هنا اركبوا لي الكورنيس الله يعطيهم الصحة شتو. هادي نادية صافي. اذا ان شاء الله من بعد ما غيكملوا هاد لافاس صافي وغادي يدوزوا العملية ديال الاسفلت. ما بقات الا بضعة اسابيع ان شاء الله شهور قليلة جدا اسابيع وتنتهي الحكايه ديال هذا البدال. مشاهدينا الكرام هنا كتم التهيئه ديال هذه المنطقه بالكامل كتم التوسعه شتي هنا واش هنا غادي يخرجوا شوفوا هاد البلاصه هيئوها تقول بحال غتخرج شي طريق اخرى من هنا ما شاء الله. غنديكم الجهه الاخرى
باش تشوفوا الناس اللي جايين من فاس ما مكناس سيدات والماس هذا منين غاديين يدوزوا. تحية الفريق هناك يتم التهيئه ديال هاد الطريق غتوسع او غتولي لهنا دو فوا دو فوا مبرع. هانتوما ردوا معايا الباب، شوف الطريق كيف كيتوسع، شتو هي راه كلها غادي تخدم. كاين حدا هنا هادي ديال اش هادي، هادو الناس اللي جايين من تكنوبوليس سالة جديدة غيدوزو فوق القنطرة. رد معايا البال، شتو شوف 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 وغيجيو من هنا. كمل معايا، كمل 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 كمل، شوف حالتهم سلا الرباط، صافي الامور واضحة. شوفوا معايا هاد العوارض الحديدية الضخمة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، اطنان ما شاء الله. صح لا يصح ولا صحيح، شو هاد لي فوسي دايرين ليهم؟ واعرين واعرين صرعوهم، حتى الأمطار إلا كانت قدر الله راه جاية أمطار قوية. جميل طلع هنا، واو واو سخفت، واه جبل جبل قرقر. الله الله يا ربي الله الله يا ربي الله يا ربي الله. هي هي إذا الطريق ها هي من شو يا صافي ناضية، أمور ناضية صافي، راه الشرح واضح. ها هما لي كورنيش تركبو هنا صافي، راه قربو يكملو غدا يفينيو كلشي الزواق هاد لي كورنيش هاد، ومن بعد غيدوزو لي كارت كور. صافي وقادو عاوتاني هنا، انا راه قادو هنا راه عمرو هنا، مازال جيني بلوز الزيت عاوتاني تقاد هادشي. صافي غيدوزو الاسفلت، تبارك الله العوارض الحديديه اللي كانوا خدامين بها. شتو شوف شوف هادشي راه بداو كيجمعو الماتيريال ديالهم. صافي هادو ما انا وين شيباتو هنا، هاي شوف حق الطريق ديال سيد الشافي راه غادي توسع تكنوبوليس للعلم، راه كلها غادي توسع ان شاء الله، غيتلاحو لي زابير دوفر ديالها وديك الساعة نشوفوا المقاولة، احتمال كبير إن شاء الله يكونوا مجازين والله أعلم.
المهم راه الاشغال راه مازال التوسعه غتمشي حتى للتكنوبوليس ما شاء الله. اذا خوتي ما بقى لي الا نودعكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوناش من الدعم، ما تنسوناش من التشجيع، ما تنسوناش من لايك. نحن تحت قنطرة سيد الشافي على الطريق الوطنية رقم 6، الرابطة ما بين سالة الرباط وفاس مكناس سيد درس والمسن عزيز. أبلاصة أبلاصة أبلاصة، إلى اللقاء يا أصدقاء.